برق اف ام 96.9. حلقة اليوم مستمعينا الأكارم فيها كثير من المواضيع وكثير من الفقرات، واليوم في معنا ضيف مختلف عن باقي الضيوف اللي احنا استقبلناهم من قبل. ضيف اليوم مستمعينا الأكارم بدأ من الصفر والآن وصل لهدفه، أصبح نجم لامع في مجال تخصصه. إذن خلونا نتابع. مستمعينا الأكارم، كل شيء له ثمن فلا تبلغ المجد حتى تلعق الصدر. النجاح الحقيقي أن تشعر أنت بنجاحك ولا تعتمد على فريقك التسويقي، فلا شك أنه سيكون لعملهم ثمرة، لكن إذا لم تكن أنت ناجحا فعلا فإنما هي حملة تسويقية فاشلة. وقد قال توماس أديسون: كثير من الفشل في الحياة جاء لأشخاص توقفوا عندما لم يعلموا كم كانوا قريبين من النجاح، وهناك أشخاص يسعون للوصول إلى القمم رغم عثرات الحياة. إذن مستمعينا الأعزاء، ضيف اليوم شخصية عصامية بدأ من الصفر وها هو اليوم نجمه يلمع في ليلة ظلماء. ضيفنا اليوم هو الكوتش أحمد القدسي. أهلا وسهلا بك كوتش. أهلا وحياكم الله، سعيدين جدا بهذا اللقاء. صباحكم كريم على الأخوة والأخوات المستمعين أيضا. إذن صباحك تفاؤل ونجاح كوتش. نشكركم على هذه الاستضافة، ولنطمح صراحة أن تكون ملهمة ومحفزة للمستمعين الكرام إن شاء الله. كوتش، خلينا نبدأ من البداية، يعني من نقطة البداية. المسيرة طبعا أو مسيرة النجاح تكون مليئة بالعثرات وكذا وكثير من الأحداث، لكن خلينا نتكلم أكثر عن نقطة بداية أحمد القدسي. ممكن نجيبها بالطريقة أنه أحمد القدسي عبارة عن شاب مثل أي شاب، يعني يمني أو عربي، طموح أنه يغير أشياء كثيرة في حياته. هذه كانت نقطة البداية. طبعا أحمد من محافظة تعز، حاليا يحضر ماجستير في التسويق ويعمل كنائب لرئيس الاتحاد الآسيوي للشباب المسلم، مؤسس ومدير شركة القدسي بزنس خدمات العمل التسويق الإلكتروني. الحمد لله كان لنا الشرف تدريب أكثر من 100,000 متدرب في ريادة الأعمال والتسويق الإلكتروني، يعني أسسنا عدة أعمال ومشاريع تجارية حرة، حصلنا العديد من الجوائز من عدة برامج مختلفة في التسويق وريادة الأعمال، ولله الفضل يتابعنا أكثر من 300,000 رائع ورائع في حساباتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. نقطة البداية بالنسبة لي ممكن تكون كانت مبكرة ومن أيام الصغر والطفولة، لما بدأت أفتح مشاريع صغيرة. هي صغيرة لكن كانت هي البداية اللي بدأت فيها. كانت بدايتها عبارة عن دكان أو بقالة صغيرة أبيع فيه بعض المنتجات للأسرة. بدأت بأبي وأمي أخواني أخواتي، أبيع لهم بعض المنتجات من البيت منزل. بدأت أيضا مشروع تربية الحيوانات، الطيور، العصافير، يعني مشاريع صغيرة بسيطة، حتى الغنم والماشية بدأت أشتغل فيها، أشتري وأبيع وأحاول أكون مبلغ مالي من طفولتي. أيضا اللي هي الألعاب، خاصة وقت العيد لما الأطفال يكون عندهم العيديات، كنت أشتري بعض المنتجات والألعاب وأبيعها لأصدقائي من الأطفال. هذه ممكن نقول نقطة البداية اللي بدأت فيها. جميل. وكأي شخص أو كأي شاب عادي بدأ، لكن كان الهمم كبيرة. كنت أطمح صراحة أن أغير من وضعي، أسرتي صراحة كنت حاب أن وضع أغير فيها بشكل كبير. الفقر كان موجود، الوضع المالي كان تعبان، كنا نحاول بقدر المستطاع أن نشوف أي مخرج من خلاله نستطيع أنه ممكن نغير وضع المالي، وإلا الفضل منه. يعني يقال هناك غالبا شخص وفرد في العيلة هو الذي يكسر سلسلة الفقر ويخرج أسرته وعيلته من الفقر، وإلا الفضل منه. إن شاء الله يكون لأن هذا الشرف في عيلتنا وأسرتنا وأيضاً أصدقاء والأقارب يا رب. جميل جداً. إذن كوتش أحمد، في معنا فاصل قصير بنطلع عليه ومن بعده بنرجع لك. إذن عودة إليكم مستمعينا على كرم مستمعي راديو برق اف ام 96.9 في فنجان قهوة. فنجان القهوة الصباحي لا يكتمل إلا معكم أكيد. كل اللي حاب أنه يتواصل معنا على أرقام البرنامج وكمان حاب أنه يشارك مثلا في لقاء اليوم مع الكوتش أحمد أو يضيف أي أسئلة أو حاب أنه
يسأل الكوتش أحمد الغدسي أي سؤال في رحلة كفاحه ونجاحه ووصوله إلى القمة، يتواصل معنا على 420-312-13، كمان على الموبايل 77-47-22-22-8 أو 7-11-96-99-9 أو 7-3-96-90-96-90. دببتوا للمجد وصاعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأذرع، وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم، وعنق المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسبن المجد تمرا أن تأكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. إذن مستمعينا الأكرم، قصة نجاح، قصة كفاح، قصة من الصفر بدأت، وها هو اليوم يلمع في سماء تخصص أحمد القدسي. لازال معنا مستمعينا الأكرم. كوتش أحمد، أهلا وسهلا أستاذ. يا مرحبا فيك من جديد، سعيد فيكم جدا جميع المستمعين. أهلا فيك. طبعا أحمد القدسي بعد ما حصل على معدل عالي تقريبا 92 حسب المعلومات اللي عندنا، قرر أنه يغامر ويروح للغربة عشان يبدأ رحلة كفاح. حدثنا أكثر عن المعاناة الذي عاناها أحمد المكافح. المعاناة أستاذ أيام ممكن أقول طبيعية دائما في أي طريق واحد يبدأ حاب أنه يشتغل فيه. يعني لما واحد يحط هدف في حياته لابد من وجود المعاناة. حتى رسالة من هنا للشباب الأخوة والأخوات الصغار والكبار، لما تحط هدف في بالك طبيعي أنك تواجه التحديات في حياتك. بالصراحة بالنسبة لي الغربة والسفر كان عبارة عن سفر للمجهول. سافرت حتى وأنا مش عارف لوين أنا رايح أو إيش هو المصير اللي مترقب لي، لوين أحمد رايح. كنت فقط حاط أهداف في حياتي لكن كيف سأصل لها مو عارف صراحة. السفر كان واحد من الأهداف، كان بالنسبة لي سفر مجهول، لكن توكلنا على الله ثم الإصرار. كان ممكن نقول الشيء اللي طمني بأن الغربة والسفر للخارج راح يكون في تحدي لكن بننتصر بإذن الله بالأخير. أيضا الشعور اللي يعيشه أكثر من اغترب وترك بلده من أجل طموح في باله أكيد بيواجه فيه تحديات. نصيحة لهم أنهم يكونوا أقوياء، تحديات والمشاكل والعقبات اللي يواجهوها في طريقهم للنجاح ما هي إلا مثل الصخور العظيمة الكبيرة التي تسد الطريق، لكنها تسد الطريق أمام الضعفاء، لكن الأقوياء ينظروا لها بنظرة أخرى بل ويستندون عليها للوصول للقمة. من ضمن يعني المواقف اللي أثرت يعني في لازات في ذاكرتي إلى اليوم هي قصتي لما بدأت أسافر، وكانت بداية الغربة فيها التحدي. تقابلت مع أحد أصدقائي وقلت له حاب أبدأ أشتغل، فقال لي أوكي أنا عندي بعض المنتجات اللي ممكن تشتغل فيها. جاب لي بعض المنتجات، العسل اليمني، منتجات مثل الحبة السوداء، المنتجات بعض الزيوت والأعشاب، وقال لي يلا روح اشتغل، خذ المنتجات هذه وروح بيها. اضطريت أني أروح من مكان لمكان ومن شارع لشارع وأنا متحملها داخل يعني كيس أو مثل جونيا كذا وزي الكيس، وأنتقل من مكان لمكان، من أمام المساجد، من أمام المصليات أو السراوات مثل ما يسموها هناك. نقلت من مكان إلى مكان، وحتى كنت أبلغ أصدقائي لما تشوف لما يكون في محاضرة أو في حشد وناس بيجتمعوا في المكان الفلاني يبلغوني عشان أروح وأحط البسطة تبعي وأبدأ أبيع. طبيعي جدا كان في فقر صح، وما أنكر هذا الشيء، وتقبلت الفقر اللي كنت عايش فيه. ما شعرت أنه والله أنا فقير، أنا ليش وضعي كذا، ليش أنا مظلوم وضعي. كانت عبارة عن فترة وشائر أنها بتعدي بعد أيام. رحت أحد المساجد، كان في محاضرة محاضرات، حطيت البسطة تبعي بين مغرب وعشاء ومنتظر الرزق يأتيني، منتظر حد يأتي ويشتري مني، لكن للأسف ولا أحد جاء واشترى مني. كانت صراحة محبط، خاصة أني أخذت مشوار جميل. يعني المسجد هذا حوالي بثلاثين رينجت ماليزي أو بالعملة الماليزية ما يساوي حوالي $7، كان بالنسبة لي هذا المبلغ جبل. لما وصلت لهناك وحبيت أبيع وما في حد اشترى مني، كنت أقول برجع بخفي حنين بدون أي حد اشترى مني، إلى أن جاءت واحدة من الأخوات ممكن أقول ماليزية وتربت أو تعلمت اللغة العربية في اليمن، جاءت واشترت مني. كانت تتكلم معي باللغة العربية، قلتها من وين تعلمت؟ قالت تعلمت اللغة العربية في اليمن. فبدأت تتكلم معي واشترت مني بعض المنتجات، منتج قيمته 15 رينجت ماليزي أو مبلغ بسيط، كان ربحي منه فقط 3 رينجت ماليزي. فاشترت مني دفعت لي 20 رينجت،
فلازلت أتذكر هذا الموقف لما دفعت لي 20 رينجت وما رضت تأخذ المبلغ الباقي، نظرت لي كذا بنظرة وقالت خلي المبلغ الباقي يعني تستفيد منه، الظاهر يعني حالتك تعبانة أو وضعك المالي يعني. الموقف هذا لازال إلى الآن محفور في ذاكرتي يعني من الأخت هذه، إن يعني وصلت لمرحلة إن الناس يعني ما يشوفوا لي بعيد وكأنهم يرحموا حالي، لكن كان فترة وتعدي. رجعت بعدين للبيت تحملت أغراضي، يعني ما استطعت حتى أخذ تاكسي وأرجع للبيت لأنه أنا خسران مشوار ذهاب وما استطعت حتى أطلع تكلفة المشوار هذا. اضطريت إن أنا أرجع مشي إلى البيت وحملت الأغراض ورجعت مشي للبيت من أجل أوفر تكلفة الألياب. الآن وصلت للبيت، دخلت البيت كانت خالتي موجودة في البيت، أول ما شافتني كذا مرهق وحطيت الأغراض تبعي يعني بكت علي وحزنت علي. الموقف هذا لازال الآن بذاكرتي محفور بمعنى الكلمة، لكن مثل ما قلت فترة وعدت والحمد لله، وأي حد يمر بفترات مثل هذه خلي أملك بالله كبير وهي تعدي. أكيد كوتش أحمد، طبعا في اتصال للكوتش أحمد يا يوسف، راح الاتصال طبعا في إحدى المتصلات الذي صديق للبرنامج كان حابة أنه تتكلم معك ولكن قطع على الاتصال للأسف. رجعت؟ طيب كوتش أحمد ألا طبعا خلف الطم. أيوة صباح الخير وعافية. صباحكم حالي يا خلف الطم. ضيف عدي لها العافية، والله أنه أمانة مبدع، عدي لها العافية، قولي له ويرزقكم من حيث لا يعلم. ألا معكم يا خلف الطم. أيوة بين أقولش بين أدعي لذي عدي رزقها الباري ومن حيث لا يعلم ما شاء الله عليه. ماشي أجبر قلبش يا أيام أنتي وضيف زي عدي لها العافية ما شاء الله عليه، حن واحد يقول لك يسعى لرزقه صح. اي ماشي جيت في البيت وشتي رزق الله وسط البيت. اي والله قولي لي اقضي حاجته ويجعل طريق امن وجايبين ملا. قول امين. طبعا الكوتش وتحياتي ليوسف وعبد الله وايام ولماء ونذير وصفاء وسعد ونادر وكلكم على عيني وراسي. امين يا رب. اذا خالف الطعم مديتوش الدعوة حقي. اصبر هاي عدنا شدي لكم. يلا اجعل طريقكم أماء وجيوبكم ملاء وينجحش الباري في جميع أعمال يا رب، واجعلش من الفائزات في جميع أمورش. هيا آمين. يلا يلا شكرا يا خالف الطوم، مع السلامة، في أمان الله. شكرا. إذن مستمعينا الكرام اللي حاب إنه يتكلم مع الكوتش أحمد أو يصبح علينا يتواصل معنا على أرقام البرنامج. بنرجع لحوارنا مع الكوتش أحمد أو معنا اتصال. معنا اتصال يا كوتش، اليوم جمهورك كثير. ألو. ألو يا مرحبا. يا صباح الخير. صباح الفل أم عبد الرحمن. يا أم عبد الرحمن. يا قلبي. طبعا اليوم في معنا ضيف جدا رائع، بدأ من الصفر قصة نجاح وملهمة لكل شاب يمني. ما شاء الله عليك، قلينا والله أنه مبدع ويستمر وقال سعى يا عبد وأنا سعى معك. شكرا شكرا يا أم عبد الرحمن. أهلا وسهلا بالضيف وتحياتي للمخرج وكل الطاقم. تحياتنا لك. الله في أمان الله. كوتش أحمد أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. طبعا سمعت طبعا المستمعات قصة نجاحك ملهمة كثير للشباب اليمنيين، خاصة بعد الأحداث اللي تكلمت عنها قبل الاتصال حق الخلف الطوم. هل جاك إحباط لما شفت أنه ما حد اشترى منك مثلا لما كنت مثلا رحت بثلاثين حسب العملة رينجن طبعا ورجعت ماشي على الأقدام ووصلت لبيتك، هل جاك إحساس بالإحباط واليأس وما إلى ذلك، وكيف قدرت أنك تنهض نفسك وتساعد نفسك أنك تعوض الخسارة اللي أنت خسرتها مثلا؟ صراحة يا أستاذ أيام الشعور الإحباط واليأس طبيعي جدا في حياة أي شخص حط هدف في حياته. صح. طبيعي جدا، لكن دائما ما نقول الصعوبات كثيرة فعلا. لكن الكل يطمح للنجاح، لكن القليل من يستيقظ في الصباح الباكر لتحقيق حلمه وطموحه. أكيد. الكل يطمح للنجاح لكن القليل مستعد أن يطارد حلمه وما يتوقف إلا بعد ما يحققه. الكل صراحة يطمح للنجاح، ولو خرجت الشارع وسأل الناس يعني هل تريد تنجح هل تريد تحقق أشياء كلهم يقولوا، لكن القليل مستعد أنه يدفع تكلفة النجاح من ألم ومعاناة، وهذا شيء طبيعي. بالنسبة لي لما كانت تأتيني فترات يأس وإحباط وهي طبيعي جدا، بل كانت باليوم تأتيني أكثر من مرة، الشيء اللي كان صراحة يرجعنا لشعور الحماس والتفاؤل هذا هو قراءتي لقصص النجاح. كان أيام
صغري معي كتاب اسمه أشهر قصص النجاح المشاهير والعظماء بعنوان الطريق إلى الرقم واحد. الكتاب هذا كان دائما يعني أقرأ قصص الناس، كيف الناس الناجحين بدأوا حياتهم بتعب وألم ومعاناة وبالأخير وصلوا. فلما كنت أشعر بيأس وإحباط أرجع وأقرأ الكتب، أقرأ الكتاب هذا، أدخل حتى في اليوتيوب وأسمع قصص ناس ناجحين كيف بدأوا وكيف وصلوا، وأقول تمام ما دام أنا ماشي والمعاناة موجودة يعني هذا أكبر دليل أنا ماشي صح. صح، لأنهم كلهم ماشوا بالطريق هذا، وما دام غير استطاع أنه يفعلها أنا أيضا أستطيع، ما في حد أفضل منك أو مني، ما دام غيرك استطاع أنت أيضا تستطيع أنك تفعلها. هذا كان الشيء اللي يعني يمكن نقول يبرد على قلبي شوية، إنه ما دام غيرك استطاع أنت أيضا تستطيع. وأقرأ قصص النجاح والمشاهير، وهذا اللي تحمسك وترجع لك التفاؤل أكثر وأكثر. جميل. بين مد وجزر الغربة والناس اللي بيظهروا في حياتنا عشان يكونوا بالنسبة لنا طوق النجاة، لازم طبعا يكون شخص معين بقي في ذكراك، أكيد أنه موجود في عقلك وقلبك وما زال موجودة ذكراك لحد الآن. صراحة من أكثر الأشياء اللي يعاني منها الناس اللي سافروا لبلدان أخرى عدم وجود من يعينه أو يسنده، فيعني إما أنك تنقذ نفسك بنفسك أو لن تجد حدا ينقذك. هذا صراحة الشيء اللي وجدناه في الغربة، حتى المغتربين والناس اللي سافروا واشتغلوا، أنه إما أنك تنقذ نفسك بنفسك أو صراحة لن يأتي أي حد ينقذك. هذا هو المبدأ، ساعد نفسك بنفسك ولا تنتظر المساعدة من الآخرين. لكن صراحة من ضمن الناس اللي موجودين بذكراي والناس اللي ساعدوني صراحة كان أحد الصينيين اللي ممكن أقول الشقلب أو غير في عقلية المالية. دائما ما أقول عالمك الداخلي يصنع عالمك الخارجي، والثري هو الثري العقلية قبل أن يكون ثري المال. هذا الشخص يعني هو كان من شخص صيني واستفدت منه معنى الكلمة في تغيير حياتي المالية، وكانت ممكن تقولي يا أستاذة هي نقطة الانطلاقة. الشخص هذا كان شغله وعمله والبزنس والمشاريع والتجارة وريادة الأعمال بالنسبة له كانت من الإنترنت. كان بالنسبة لي مثل القدوة اللي وجدته، وشفت الراجل هذا كيف يشتغل وليش ما أتعلم منه. فطلبت منه أنه أنا حاب أن أتعلم، لأن كنت دائما أسمع منه جملة ويقول I make money online، أنا ربحي وشغلي وتجارتي وعملي عن طريق الإنترنت. يعني بالنسبة لي كان أنا أستخدم الواتساب تلك الأيام عبارة عن يعني أنا دخلت عالم الإنترنت بأوسع أبوابه. ويأتي شخص ويقول أنا أكون مال عن طريق الإنترنت أو أنا أربح عن طريق الإنترنت. فرحت بكل براءة وأريد أسأل يعني الراجل هذا كيف تربح كيف تشتغل، لكن عرفت أن هذه أسرار، والأسرار الناس ما يشاركوها بالمجال. جميل. كنت أحمد طلب مني صراحة أنت معنا استر. طبعا الآن المخرج بيأشر أنه في معنا فاصل رأس الساعة، فحنكمل حوارنا ونعرف كيف ساعدك الأخ الصيني وشقلب. وسمعنا فاصل ونرجع لكم، انتظرونا. الساعة 10 صباحا من استديوهات برق اف ام. ولا مستحيل يا مستمعينا الأكرم، رغم أن الحياة ما زالت مستمرة ولا يزال الأمل يبقى في قلوبنا أكيد. إذن مستمعينا الأكرم، كنا قبل الفاصل في حوار مع الكوتش أحمد الشاب الناجح الذي بدأ من الصفر ولكن ها هو اليوم نجم في مجال تخصصه. إذن مستمعينا الأكرم، الكوتش أحمد ما زال معنا، بس أتمنى تعذروني إنه ما بقدرش الآن أستقبل الاتصالات لبعد المتابعة الاقتصادية عشان نكمل حوارنا مع الكوتش أحمد وبنطلع كمان المتابعات. كوتش أحمد ما زلت معنا، يا مرحبا فيك. يا مرحبا فيكم جميعا المستمعين الأخوات أيضا. كوتش، قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الشخص الصيني اللي ساعدك، وأنت قلت أنه غير حياتك وشقلب حياتك رأسا على عقب. خلينا نتكلم عن تفاصيل يعني مرحلة التعلم من الشخص الصيني هذا. جميل. الصيني هذا كما قلت يعني كانت عنده أسرار صراحة، لكن الأسرار هذه من الشيء اللي تعلمته منه أيضا أنه السر لا يعطى بالمجان، والأسرار عشان الناس يقدروها لابد أنهم يدفعوا عليها مبلغ مالي. هذا الشيء اللي طلبوا مني، طلب مني مبلغ مالي حوالي $1,000 من أجل أنه يشاركني معلوماته أو شغله ومشاريعه، وهذا حقه طبيعي جدا. لكن بالنسبة لي أستاذة كان الألف الدولار تلك الأيام عبارة عن جبل،
لكن مو جبل، ممكن نقول كوكب من الكواكب تلك الأيام، كان مبلغ بالنسبة لي. فقلت له ممكن يعني ممكن تساعدنا وما أدفع لك أي مبلغ وتدخلنا كذا يعني أتعلم منك بالمجان. فقال لي كلمة جميلة حكم من هذا الصيني، قال people don't appreciate free things، الناس لا يقدرون الأشياء المجانية. صحيح الناس ما يقدر الأشياء لما يدفع لها. طيب يا أستاذي علمنا وبعدين أنا بحقق نتائج وأرباح وأموال وبعدين أرجع أدفع لك. فقال كلمة جميلة لازلت أتذكرها وهي people will pay attention for what they pay، يعني معناتها الناس بيركزوا أكثر على الشيء اللي يدفعوا له. صحيح لما واحد يدفع أكثر يركز أكثر. طيب يعطينا تخفيض. آخر يعني آخر طلب مني له قال لي people search for cheap products and services، الناس الرخيص منتجات أو خدمات رخيصة. فهل تريد أن تكون رخيصة؟ قلت له صراحة لا. قال لي خلاص روح وجيب الألف دولار. طبعا رحت تسلفت دينت، طلبت من أقاربي، طلبت من ناس حولوا لي 50 دولار، 100 دولار، 200 دولار، إلى أن كونت الألف وعطيتها للرجل هذا. بصراحة تعلمت منه بعدها أشياء يعني ممكن أقول أسرار تعلمت منها في جانب البزنس، جانب التجارة، جانب العمل عن طريق الإنترنت، جانب التسويق، جانب التجارة الإلكترونية. تعلمت يكفي أنه غير عقليتي، يكفيني هذا الشيء، تغيرت عقليتي وصرت يعني كان في عقلية سابقة في لما بدأت المشاريع وأنا صغير، لكن جاء هذا رسخها بشكل أكبر، رسخ لي بدلة كثيرة. ممكن هذا يعني ممكن أقول هذا الشخص اللي بقى له أيضا ذكرى محفورة في عقلي وفي قلبي أنه استطاع أنه يساعدني في تغيير حياتي أيضا. جميل. كوتش أحمد، أنت لقيت في حياتك من يساعدك ويعطيك المعلومات الكافية عشان يعني تدخل مجال شغلك وتنمي نفسك، هل الكوتش أحمد هل بيكون نقطة بداية لأناس آخرين؟ صراحة يا أستاذة حاليا بالنسبة لي أقول حققت أهدافي. حاليا بدأت أترك مساعدة الشباب مساعدة. هذا الشيء اللي حبيت الآن. يا كوتش صوتي واضح؟ الصوت بدأ يتقطع ولكن خلينا بنعيد السؤال بطريقة أخرى. هل أنت بتكون نقطة بداية لشباب آخرين؟ بالضبط بالضبط بالضبط، هذا الشيء اللي ممكن أقول وصلت له. والآن أقوم أيضا بتدريب الشباب وتعليمهم، وكان لنا يعني الشرف بالتعاون مع أكثر من 50 جهة من جامعات، معاهد، مراكز، مؤسسات من أجل تعليم الشباب، وبدأنا معاهم. يعني على وعسى تكون قصتي يعني مثلا تعتبر قصة ملهمة للشباب إنه ما يستسلموا ونبدأ نعلمهم. ولله الفضل منا إلى الآن دربنا أكثر من 100,000 شخص على هذا الموضوع. يعني كيف إنه يبدأ ويغير، وقبل كل شيء اللي هي التغيير العقلي. يعني ساعدنا إلى الآن مئات الآلاف من الناس، ولدينا أكثر من 1,000 تجربة وقصة وحالة حصلت وغيرنا بعض في حياتنا والحمد لله. جميل. كوتش أحمد أنت الآن وصلت لنجاح كبير ووصلت لقمة لمجال تخصصك، ولكن هل عندك أهداف أخرى أو أشياء أنت حابب أنك توصل لها؟ حاليا ممكن أقول الأهداف اللي كتبتها زمان في حياتي وصلت لها، والفضل منا أولا وآخرا. الأهداف كلها في جانب الاجتماعي، الأصدقاء، جانب البزنس، التجارة، المشاريع اللي رسمتها في حياتي، السفريات، البزنس، العلاقات. ممكن أقول وصلت لأهدافي اللي كنت زمان كتبتها. فإيش الخطوة التالية يا أحمد؟ هذا السؤال اللي دائما أطرحه لنفسي. خلاص يا أحمد حقق أهدافك بعمر 29 سنة، إيش أهدافك الآن القادمة؟ لوين حاب تروح؟ صراحة حاليا سلمت جميع أعمالي لأشخاص من أجل يديروها، تفرغت لشغفي. خلاص مشروعي صار غيري يديره. طيب إيش الخطوة التالية؟ تفرغت لشغفي. شغفي هو تدريب الشباب على الطريق اللي أنا مريت فيه، هذا ممكن اللي يسميه هدفي القادم. تدريب الشباب على الطريق اللي مريت عليه، وعلى وعسى قصتي تكون ملهمة لبعض تغيير حياتهم. ما دام غيرك استطاع أن يفعلها، أنت أيضا تستطيع أنك تفعلها. أكيد.
إذن كوتش أحمد القدسي كنت معنا عبر الهاتف، قصة نجاح ملهمة ألهمتني أنا شخصيا، وبإذن الله تلهم العديد من الشباب اللي الآن في اللحظة هذه بيستمعوا لنا. رسالة أخيرة حابب أنك توجهها للأخوة المستمعين. رسالة أخيرة أستاذ أيام، رسالتي لكل الشباب اللي أحيانا تشوفي في عيونهم نظرة إحباط، نظرة يأس، أنه ما يستسلموا وما ينظروا للحياة بنظرة إحباط ويأس. بعض الشباب لما تشوفي في وجهه الإحباط والياس وأنه خلاص مستسلم للوضع الحالي، أو مو في باله أنه ممكن أنه ينجح أو يغير وضعه المالي أو أنه يتغير الأفضل. النجاح ليس حكرا على أحد، الثراء ليس حكرا على أحد. دائما ما شبه الشخص هذا مثل البذرة الصغيرة اللي ما كانت تعلم يوم من الأيام أن داخلها ستكون هناك شجرة كبيرة وعظيمة وقد تمتد لعشرات الأمتار. كل شجرة كانت في بدايتها حبة، وكل إنجاز كان بدايته فكرة، وكل عظيم كان مجهول. التردد أهم شيء، أنك ما يتردد، أهم شيء أن الشخص ما يتردد. تردد هو أكبر عقبة في طريق النجاح. وما أريد الناس صراحة أو الشباب صغار أو كبار أنه يكون في باله دائما أماني وأحلام بدون ما يشتغلوا عليها. يقولون يا أستاذ أيام أن الحلم حلم إن لم تستيقظ من الحلم وتبدأ بتنفيذه. ما أريد الناس يبقوا دائما يتمنوا وأتمنى وأتمنى وما يتحرك. والأماني بضاعة الضعفاء والعمل بضاعة الأقوياء. هذه رسالتي الأخيرة. إذن شكرا لك، كلام جميل ورسالة قوية لكل شخص بيسمعنا الآن في هذه اللحظات. وأتمنى بأن تكون هذه الحلقة تبعث التفاؤل وكمان والأمل في قلوب الشباب في الوضع الحالي في الحرب على اليمن، اللي أصبحوا عندهم كل يعني يأس وإحباط وما إلى ذلك. لا، الحياة حلوة ومستمرة، وبإذن الله بتنجحوا وتكونوا الأفضل والرقم في مجالكم بإذن الله مثل الكوتش أحمد القدسي. إذن شكرا لك كوتش أحمد. شكرا لكم، شكرا على هذه الاستضافة. شكرا لك، في أمان الله. إذن مستمعينا أنا كرم بنروح لفاصل قصير، من بعده بنرجع لمتابعة اقتصادية، انتظرونا.